هي بقى نروح للمنتخب المصري، والنهارده روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هيعلن خلال المؤتمر الصحفي تحديات المرحله القادمه وقائمه الفراعنه النهائيه مواجهتي اثيوبيا في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه وخوض طبعا وديه تونس. وخلونا بقى نفكر حضراتكم ان الاهلي يعني منذ عده ايام كان طلب اعفاء لاعبي الدوليه من الانضمام للقائمه، خاصه وان منتخب مصر خلاص يعني حسم تاهله لامم افريقيا كاول مجموعه، وده طبعا لرغبه في جمع اللاعبين في معسكر النمسا للتدريب على خطط بقى وفكر واساليب مختلفه وجديده استعدادا للموسم الجديد. خلينا بقى نقول لكم القائمه الاوليه يعني كانت اعلنت كده من منذ ايام قليله بضم 9 لاعبين لمعسكر المنتخب اللي هيقام طبعا في الفتره من 4 ل 12 سبتمبر الجاري، واللاعبين بقى هم محمد صلاح ومحمود تريزيجي وعمر مرموش ومصطفى محمد، حمدي فتحي، طارق حامد، محمد شريف، احمد حمدي، و سام مرسي.